أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وهذه الحلقة من برنامج أرض طيبة. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة من برنامج أرض طيبة والتي نتناول فيها التربة وأنواعها والمعاملات الزراعية عليها، معنا المهندس إبراهيم حسين أبو زلازل المدير الأسبق لجهاز شؤون البيئة بأسوان. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. بداية لو تكلمنا عن التربة وأنواعها، ويعني أنواع التربة التي تجود فيها جميع المحاصيل وخاصة في جنوب الصعيد. وطبعا في حاجتين هنا هنتكلم عنهم بالنسبة للتربة. أولا طبيعة التربة، ده الشق الاول. الطبيعي اذا كانت اراضي رمليه او طميه او لومي ساند او ساند او ساند، يعني اراضي الطينيه او اللومي اللي هي الفرايبل، التربه اللي هي تصلح لجميع انواع الاراضي، لجميع انواع الزراعات في عندنا في مصر هنا. طبعا بتختلف الطبيعه ديت حسب نسبه السلت اللي موجوده في التربه، نسبه السلت الكلي، السلت اللي هو الرمل، في حاجه اسمها الساند والفاين ساند والساند والكلي، حسب الخلطة دي بتتكون طبيعة التربة، إما تكون هي تربة صلبة أو فرايبل يعني هشة خفيفة على النباتات كده، أو تبقى شديدة النفاذية لما تكون تربة نسبة الساند أو الرمل فيها عالية جدا. ده من ناحية طبيعة التربة. الناحية الثانية نسبة الأملاح اللي موجودة في التربة. تصنف التربة فيه في أراضي ملحية اللي تكون درجة الملوحة فيها 4 ملي موز في كل لتر متر مكعب من ودي بتبقى بإيه أقل من 4. الأراضي الملحية اللي هي بتبقى من 4 ل 8 دي بتبقى أشد ملوحة من الأولانية. الأراضي الأشد ملوحة بتبقى من 4 ل 16 ملي موز، قياسات التربة يعني قياسات في محلول التربة المشبع. إحنا هنا طبعا الأراضي بسبب المعاملات الزراعية الخاطئة اللي عندنا في مصر، ودي شائعة جدا عندنا في مصر وفي أسوان بالذات، الري بالغمر. الري بالغمر ده بيسبب لي إيه؟ بيسبب لي إن الأملاح اللي في التربة بتطلع تتسامى وتطلع على سطح التربة وتظهر عليها على هي طبقة من الأملاح على سطح التربة. ده طبعا بيأثر على النبات، بيحصل تقزم للنبات، إنتاجية الفدان بتقل بطبيعة الحال. النبات بيبقى موجود في المزروع وعنده العناصر الغذائية الموجودة فيه، مش قادر لا ياخد العناصر الغذائية ولا قدر يمتص المية اللي موجودة في التربة بسبب زيادة الأملاح في التربة. طبعا دي حالة من الحالات. الحالة الثانية الأراضي الملحية لما تتدهور واحنا ما نقدرش نصلحها تتحول إلى أراضي قلوية. إيه الأراضي القلوية؟ الأراضي القلوية بتبقى زيادة نسبة الصدم فيها عالية جدا، وهو حادث تكافؤ. الصوديوم دوت بيعمل لي على تفريق حبيبات التربه، يعني بان الارض بتبقى يعني الميه موجوده فيها ومش قادر تنفذ، قفلت المسام كلها مش قادر الميه تنزل في عمق التربه. دي الاراضي القلويه. طبعا انا في الحالات اللي دي مشكله. طب الاراضي القلويه دي بقى نسال البي اتش بتاعها بيبقى عالي جدا، يعني اكثر من 7 يعني 8 8 ونص 10، لان اراضي قلويه. طب انا اتصرف ازاي في الحالات اللي زي دي لما يكون عندي اراضي ملحيه وعندي اراضي قلويه؟ عايز استصلح الاراضي دي، عايز اخليها عشان تيجي انتاج عالي. بالنسبه للاراضي الملحيه انا بقسم التربه، بحرطها حرط عميق واقسمها الى احواض واعمل زواريق او حقليات في داخل المنطقه في الارض،
بحيث المسافة بين الحقليات اللي بقوا بعضها 12 متر، وبعمل مصرف مجمع، بحرس الأرض حرق عميق وقلبها، وببتدي أغسل التربة غسيل، هي عملية ووشنج للأملاح، بأغمرها بمية واستنى عليها يومين، وروح أصرف المية تاني في المصارف العمومية لغاية ما الأرض تظهر عليها علامة الاستصلاح، اتصلحت وكده تتشقق الأرض وتبقى إيه جاهزة للزراعة. طب الأراضي القلوية، الأراضي القلوية دي سيئة جدا سيئة جدا، حتى النباتات بتمش فيها، ما تقدرش تطلع، مخنوقة، تقزم، احتراق للأوراق بسبب الأملاح، بسبب الصوديوم الموجود في معلق الامتصاص أو في محلول التربة. الأراضي القلوية ديت أنا عايز أتخلص من عنصر الصوديوم اللي موجود، هو الأحادي التكافؤ. بنفس الطريقة اللي أنا اتخذتها في صلاح الأراضي الملحية، أنا بحرث الأرض حرت عميق وقلبها وسويها، لازم تتقصب برضو الارض، يعني نسيت ان اقول لك ان في المره الاولانيه الارض بعد ما تتحرث تتقصب تتسوى بالليزر عشان ايه الميه تبقى في مستوى واحد. وابتدي اضيف حاجه اسمها كبريتات الكالسيوم المائي. كبريتات الكالسيوم المائي دوت عباره عن مركب فيه الكالسيوم، الكالسيوم ده ثنائي التكافؤ، يعني اعلى من الصوديوم احادي التكافؤ. لما انا بضيف كبريتات الكالسيوم للتربه ابتدي اقلبها تقليب، وابتدي عمليه غسيل اغمرها بالميه. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان معقد الامتصاص اللي موجود عندي، ان الصوديوم هيخش على هيطلع من التربه ويخش على مكانه الكالسيوم، عمليه كيميائيه يعني احلال الكالسيوم مكان الصوديوم لانه اقوى منه، بيقول له انا اقوى منك اطلع من هنا، يعني بالبلدي كده ما تقعدش انت هنا لان انا اقوى منك، ثنائي التكافؤ ده احادي التكافؤ. فالصوديوم بيطلع مع الميه، يتبقى عندي عنصر الكالسيوم. العنصر الكالسيوم على في التربه بيعمل تجميع لحبيبات التربه، التجميع ده بيعمل تهويه، بيجمل بيخلي الارض فريبل حلوه كده، طبيعيه حلوه كده، يعني المسامير بتاعتها حلوه، ان التهويه جيده جدا لغايه ما تظهر علامات استصلاح وتتشقق الارض والتربه كده، ابتدي ازرع فيها النباتات اللي انا المحاصيل اللي انا عايزها. ده باختصار شديد بالنسبه للاراضي الملحيه والأراضي القلوية. طيب إزاي بتتكون الأراضي الملحية؟ وإزاي بتتكون الأراضي القلوية؟ ما لازم نعرف الكلام عشان نعرف السبب، عشان نعرف أعالج. السلوكيات اللي عندنا هنا في مصر عموماً، اللي هو طبعاً في الأول خالص، وإحنا طبعاً دلوقتي عندنا مشكلة مية، عملية الري بالغمر، وخاصة في المحاصيل النجيلية زي القصب والقمح والحاجات دي. يبتدي الفلاح يغمر الأرض بالمية، يفتح المية يستنى غمر. إذا كانت احتياجات الفدان 1000 متر مكعب بياخد 100,000 متر مكعب مية إهدار. إهدار على كمية المية اللي عندنا في تستهلك كمية كبيرة جدا. في عبء على شبكة الصرف برضه،
مشكله جدا. بيحصل تلوث للميه من خلال صرف الزراعه اللي بيطلع دوت في اللي بينصرف تاني في النيل، فبيحصل لي تلوث للميه من العناصر المبيدات والعناصر السماديه اللي موجوده في التربه ديت، فبتحصل تلوث. ده بالنسبه اللي هي اسباب تكون نتيجه الغمر دوت. الارض تحت في بطن التربه تبقى موجوده الاملاح بتدوب مع الميه ديت وتسمو على بالخاصيه الشعريه، تطلع على الارض النبات وتتكون الاملاح مره في مره كده لغايه ما يسود العناصر الكربيديتات الكالسيوم والكلوريديت والكربونات والبيكربونات تسيد على سطح التربه. هذا هو سبب تكون الاراضي الملحيه. طب الاراضي الملحيه لو انا ما قدرتش استصلحها في الاول هتتدهور، تتحول اراضي قلويه، والقلاوي دي بتبقى سيئه جدا، مفيش نباتات بتنمو فيها، لونها بيبقى بني غامق زي ما يكون فيها بترول، يعني يكون شكل الارض كده مزيته، بقول لك مزيته مطبله، يعني تحط الميه فيها الميه ما بتنزلش، يعني الاي على سطح ما تقدرش تنزل لزياده عنصر الصوديوم في النباتات في الارض، وكتملي المسام الاسام مقفوله ما فيش تهويه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الشفيع وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.
عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبات المصرف بالنسبة للنبات هو الكلية. انا عملت ربط كده ما حدش قاله قبل كده. ايه وظيفة الكلية في الانسان او في الحيوان وايه وظيفة المصرف للنبات؟ الكلية بتخلصني من الماء الزائد في الجسم، من الاملاح الزايدة، من البولينة، من الالبيومين الموجود اللي هو في 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 البول، وكل الاملاح الزايدة اللي موجوده في البول بتخلصني منها الكليه. والسكر، السكر مريض السكر برضه لما بتدي تزيد عنده بيظهر في البول، لان الكليه بتشتغل بتنظف الدم، الدم السكر عالي فبتنظف لي كل السموم الموجوده في 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 الجسم الانسان تخلصني منه. هذه الكليه في الانسان. طب المصرف بيعمل ايه؟ نفس الوظيفه. المية فيها سموم وفيها عناصر غذائية وفيها عناصر سامة وعناصر ومبيدات وكل حاجة، ومية خانقة النبات، إن التهوية مش موجودة. فالمصرف بياخد لي كل العناصر السامة والفيتو عن مية الصرف وبيطلعها ويخلصها مني. النبات بيبقى فريش، يقدر يتنفس، يقدر ينمو، يقدر ياخد الاحتياجات الغذائية بتاعته، الابتيك بيسموه الابتيك من التربة بكل سهولة. هذا هو المصرف. طيب احنا المشاكل دي اللي بتتكون عندنا اتخلص منها ازاي؟ بقى عملية تطوير استخدام الري الحديث. طب ايه الري الحديث ده بقى؟ بدأ بالري بالرش، والري بعد كده بعد الري بالرش الري بالتنقيط. طبعا الري بالتنقيط افضل بكثير من الري بالرش. حاور بتلف بتغرق النبات، بتغرق التربة، برضو فيه زيادة في الاستهلاك، لان انا برش المنطقة كلها، يبقى فيه استهلاك اكتر في المية، بس احسن من الري بالغمر. طيب ايه عيوب الري بالرش والحاجات دي؟ حاجات خد بالك ان انا بدي المنطق، برش النبات، بدي احتياجات النباتات على قد ما هو محتاج بالظبط، وبرش المنطقه كلها. بيظهر عندي فيه حشائش تطلع، يعني ما بتخلصش من الحشائش، بتطلع حشائش، بتطلع ممكن في لو زادت الميه بتحصل عليها صرف في الماء الارض الووتر جراوند تحت. واخد بالك النبات بياخد، بيتغسل النبات من الاتربه اللي حواليه، لان النباتات بتتخن عشان عمليه التنفس برضه كلام ده. الري بالتنقيط احسن بكثير واكفأ واصلح في زمن اللي احنا عندنا حصه الميه بتاعتنا 55 مليار متر مكعب في السنه ما بتزيدش، والاحتياجات المائيه للانسان والشرب وبتاع والزراعه بتزيد ذات سنه بعد سنه. يبقى نستخدم الري بالتنقيط
النبات بياخد في بضغط الميه في انبوب او في ماسوره في ضغط، وكل نبات قدام منه فتحه، نتيجه الضغط دوت النبات نقطه نقطه بياخد احتياجاته المائيه على القد بس، وبالتالي كل المنطقه اللي حوالين النبات ما فيش اي حشائش ضاره بتطلع. النبات بياخد النبات احتياجاته الخاصه بالنبات، بس النبات فبيعمل لي ايه؟ توفير للميه، وبعدين بيخلصني من الحشائش اللي موجوده. الحشائش دي كمان مشكله كبيره جدا، الحشائش دي بتقلل محصول تستنزف العناصر التربه، والنبات ما بياخدش احتياجه الكامله، وبالتالي الانتاجية هتزيد. فعشان كده احنا هنستخدم الري بالتنقيط في المشاريع الزراعيه الكبيره اللي احنا كل الدوله لقت سياسه الدوله ان احنا كل المشاريع الاستصلاح استخدم فيها الري بالتنقيط عشان اوفر الميه ودين انتاجيه عاليه، خاصة في الصوب الزراعية اللي احنا توسعنا فيها بكتير. طبعا الصوب الزراعية دي انا بديله الاحتياجات النباتية والغذائية بالضبط. معالجة للتربة من خلال الطرق الحيوية بالنسبة لمخلفات الحيوانات بالنسبة لمعالجة التربة وتعويضها طبعا انت يعني سؤال جميل جدا، لان الفلاح عنده طبعا الاورجانيك مطر او المادة العضوية او مخلفات النباتات في الحشب عنده، المادة دي بتبقى غنية جدا بالعناصر الغذائية خاصة النترات والامونيا والحاجات دي كلها، فانا بخزنها وبعمل لها معاملات خاصه، برشها بعمل لها كمر للتربه الزراعيه. طب ايه فائده السماد العضوي للتربه الرمليه وللتربه الطينيه اللي هي الكومباكت المتماسكه؟ لما انا بضيف المادة، طبعا استصلاح الاراضي الرمليه دي لابد ان اضيف ماده عضويه. المادة العضوية دي بتعمل لي على تماسك حبات التربة، بتدي لي بتضيف لي عناصر غذائية كتير جدا موجودة في المادة العضوية، فالأرض بتصبح بدل ما هي متفككة بتبقى متماسكة شوية وتحتفظ بالمية شوية، بدل ما هي بترشح المية بتاعتها فبتحتفظ بالمية شوية وبتتحسن مرة في مرة مع إضافة المادة العضوية. حتى أنا يعني بالنسبة للأراضي الرملية بعمل إيه في بداية الاستصلاح؟ بزرعها بنباتات الفول والبرسيم وأحرتها تاني، عشان دي فيها الازوتو باكتر اللي هي النباتات تثبيت الازوت الهواء الجوي، والنيتروزومينس بتثبت لي الازوت في التربه، والنبات بيقدر ياخده من مره ثانيه واعيد استصلاحها، والارض بتتحول من رمليه الى اراضي فريبل حلوه يعني هشه كده، النباتات يقدر يعيش فيها يتهوى ما فيش مشاكل. ده بالنسبه للاراضي الرمليه. الماده العضويه للاراضي الطينيه بتعمل ايه بقى؟ يعني هي بتعمل لي تفكك، بتضيف لي العناصر الغذائيه وبتعمل لي سهوله تفكيك للتربه، بدل ما هي جامده كده صلبه زي الاسمنت كده بتتفكك، بتبقى سهله على ما تقدرش تضغط على جذور النباتات وتقطعها، بالذالي الانتاج النبات بياخد احتياجاته المائيه واحتياجاته الغذائيه بسهوله جدا. ده باختصار شديد يعني. انا بقول للفلاحين عندنا هنا انك انت ما تسرفش في استخدام الميه، الميه اللي انت بتستخدمها دي احنا محتاجين، ممكن تزرع لي نباتات تانية، ما ينفعش انك انت تغمر تغمر الارض بالميه، واحنا اصلا احنا مقبلين على فقر مائي، يعني انت هتغمر لي الارض بالميه وبعدين تصرفها تاني وتنزلها لي في النيل، تلوث لي الارض، واخد بالك؟
وتضيع المحصول بتاع النباتات تتخنق من كثرة المية، مش عارف يتنفس، مش عارف ياخد احتياجاته الغذائية. ما هو لازم عشان ياخد احتياجه لازم يكون فيه تنفس جيد للتربة، النبات بيتنفس من الجذور، بياخد الأكسجين وبيطلع ثاني أكسيد كربون، واخد بالك؟ فالأمر أغمره بالمية على طول المية كده هيحصل اختناق للنبات. فلا بد ان انا اراعي هذا الاسلوب، وان اري يا ساده مزارعين ان انت لما تيجي تزرع تروي القصب بتاعك او المحاصيل النجيليه بتاعتك يبقى بالحوال، كل حوض يتملي احول على حوض، ما افتحش الميه واستنى عبيله في الناحيه الثانيه، استهلك كميه كبيره من الميه، طبعا ما بيدفعش حاجه، واخد بالك؟ والدوله بتكلف مصاريف الري وتعمل تكسيه على الاطوال الكبيره، كل ترعى دلوقتي الدوله بتحاول تكسيه عشان توفر الميه من الرش، وبعد ذلك وانت تستخدمها تضيعها عندك في المصارف تاني مره تانيه. لابد انك انت تترشد استهلاكك في الميه ضروري جدا يعني. لو تكلمنا عن التاثيرات والمتغيرات البيئيه على التربه وعلى المناخ وايضا على نوعيه الحصلات. ده شيء طبيعي ان التغيرات المناخيه بتاثر، لما انا يعني انا دي واضحه جدا يعني التغيرات المناخيه واللي احنا دلوقتي بنعيشه حاليا، لان هناك تاثيرات سلبيه كتير جدا احنا حسينا بيها، واخد بالك؟ اولا هيحصل تاكل للارض، في بعض الاراضي هتزال من الـ من الـ من الـ الارض، من القشره الارضيه خالص، هتغمر بالميه بالمحيطات نتيجه زيابه الثلوج هتغطي الاراضي، دي حاجه احنا دي مؤكده يعني. الحاجه الثانيه النبات لما بتتغير الحراره بيحصل يعني لما بتقل الحراره بطريقه غير عاديه بيحصل الصقيع بيحرق النباتات كلها، واحنا كده في لمست الحكايه دي في عروات الطماطم، الطماطم بتتحرق في الشتاء الانتاج بيقل جدا نتيجه ان في تغيرت التغيرات المناخيه لابد ان تؤثر على العمليات الزراعيه، واحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتقي يعني نوفق اوضاعنا مع التغيرات المناخيه بقدر الامكان يعني. قدمنا لكم أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من برنامج أرض طيبة، نشكركم وإلى اللقاء مع أسرة البرنامج.